يتكلم المختار والحمود والبباه إمام مسجد تنياشب وخطيبه، نتقدم الشكاية من طرف القرية من حاكم مقاطعة وادي الناقة السيد البولي فضل، شاكي منه لرئيس الجمهورية وزير الداخلية. هاي الحاكم أعطى ترخيص حفر بير في تراب منازع فيها على أساس أوراق مزورة ومطروحة الآن عند وكيل الجمهورية وفي قيد البحث، وفي حالة إنها مطروحة هو لا يعطي إذن الجيرة أيام العطل ولا موقف الجيرة، وشاكي منه لرئيس الجمهورية وزير الداخلية ندور حقوقنا الشرعية والقانونية.